ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ان شاء الله تكونوا بخير، مرحبا بكم في التدوينه الثالثه. احيانا الواحد يقرا مواد علميه ومعقده ودسمه بزاف. ويبذل فيها جهد ووقت كبيرين من بعد ذلك ينسى هذه الاحداث وينسى هذه التفاصيل ويلقى روحو باللي الجهد هذاك راه هباء وتحزن على الوقت هذاك اللي قعدت فيه تحلل وتفسر وتستخرج الاستنباطات والفوائد والهايلايتس وكامل هذه الحوايج فاليوم ان شاء الله راح على واحدة الطرق اللي تخليك انك تثبت المعلومات نتاعك على مده زمنيه بعيده وتقدر تطبق هذه التقنيات يعني مهما كان التخصص نتاعك وتقدر تطبقها ايضا يعني في تدوين الفوائد من الكتب ولا البودكاست ولا تقنيات رائعه جدا بثبت المعلومات على المدى البعيد وتعجب انه مثل هذه المواضيع لا يتم اثارتها يعني في الوسط الجامعي الواحد لما يدخل في تخصص علمي سواء طبي، بيولوجي، ولا في الهندسة، وبقية التخصصات الأدبية، ما يعلموناش الطريقة اللي يخليونا نتعاملوا بها مع المواضيع العلمية المعقدة. والواحد يكتشف هذه التقنيات للأسف إلا بعد مرحلة بعيدة يعني سواء في نهاية المسار الأكاديمي تاعو ولا بعد تخرج من الجامعة. لكن للأسف لا حياة لمن تنادي، وراح تكتشف الأخطاء اللي درتها بعد ما تتخرج من الجامعة، وبعد ما تقضي هذه الفترة والجهد الكبير هذاك. يعني الله المستعان فسنذكر هذه التقنيات وان شاء الله تفيدكم وما تتوقعش يعني نتائج لحظيه ما كانش يعني مفعول سحري لاي حاجه في هذه الدنيا سما راح تصبر معها شويه وراح تدوم معك هذه التقنيات لمده زمنيه طويله والفكره هي بناء شبكه تفاعليه بينك وبين المعلومات يعني ما تكونش انت مجرد متلقي للمعلومات وتخزنها وتتوقع انه يعني تصرى نتائج مبهره بل هي اوسع من ذلك بكثير وهي انك تفعل جميع الادوات والوسائل اللي اعطاها لك سبحانه من سمع وبصر وتحدث وطرق للشرح كامل هذه الوسائل والتقنيات راح تفعلها في مرحله التعلم والمبدا الاساسي من كل هذه التقنيات عند زوج حوايج الحاجه الاولى اللي هي اثاره ملكه التساؤل لديك والحاجه الثانيه هي نشر العلم لتثبيته والطرق هذه مبنيه على هذا الزوج مبادئ لكن خليني نربط هذه الفكره اللي هي فكره نشر العلم لتثبيته وتقويته بوحدة الظاهره تصرف في جسم الانسان واللي تحدث في عالم البكتيريا ونتفكر في خلق ربي سبحانه ونستنبط من هذه الظاهرة بعض الفوائد البكتيريا هي إحدى الكائنات المجهرية اللي خلقها ربي سبحانه وفيها العديد من الأنواع يعني تخيل باللي هذا عالم البكتيريا هذا راهي أمة قائمة بذاتها وفيهم أنواع بزاف كاين للوجود تاعها في الجسم الإنسان ضار مئة بالمئة مثل بكتيريا السل وكاين البكتيريا الانتهازية معناته المرحله اللي تكون فيها ضعيف والجهاز المناعي نتاعك ضعيف راح تهاجم عليك هذيك البكتيريا وتسبب لك بعض الامراض وكاين بكتيريا اخرى اللي يقولوا لها المتعايشه مع جسم الانسان وهذه نلقاها في العديد من المناطق نلقاها في الجلد نلقاها ايضا في الجهاز الهضمي تساعد على الهضم تساعد على الحمايه من بكتيريا تخيل يعني بكتيريا تحميك من بكتيريا اخرى وتساعد ايضا على بناء وانتاج بعض الفيتامينات لما العلماء اكتشفوا المضادات الحيويه ومع سوء الاستخدام تاعها لحقت الضرر بالبكتيريا النافعه اللي نحتاجها احنا وكانه قمت بشن حرب على امه كامله فالبكتيريا مع مرور السنين وكل مره تتعرض لهجوم من المضادات الحيويه كل مره تطور وسيله للدفاع عن نفسها فمره تقوم بتغيير الجسم تاعها مره تفرز انزيمات تهاجم هذه المضادات الحيويه ومرات تقوم يعني بالهروب من عمليه الالتهاب ولا عمليه الصد المناعي لكن اخطر هذه الوسائل واللي طورتها البكتيريا وهذا بيت القصيد اللي خلاني نذكركم هذا المثال اللي هو البلاسميد البلاسميد هذا عباره عن ADN افهمها كيما هكذا مجموعة من المعلومات جاية في واحد الحلقة دائرية وتتواجد داخل البكتيريا كي نقولوا أديان معناته مجموعة من المعلومات الوراثية مثل لون الشعر لون العينين لون البشرة الشكل الخارجي وكل هذه المعلومات راح تكون مخزنة على شكل أديان البكتيريا لما تتعرض إلى هجوم من مضاد حيوي ما ماهيش راح تقعد ساكنة وتستنى لكن راح تقاوم شوية وراح تتعرف على الخصائص تاع المضاد الحيوي هذا فلما تقضي عليها المعلومات هذيك راح تكون مخزنة في البلاسميد هذا المعلومات والخصائص وكل التفاصيل تاع المضاد الحيوي هذاك راح تكون مخزنه في البلازميد وراح تقوم البكتيريا بنقل هذاك البلازميد الى كافه اصدقائها يعني من نفس النوع وكانه نظام انتيفيريس عند البكتيريا ضد هذيك المضادات الحيويه يعني كشغل معلومات استخباريه ضد هذاك المضاد الحيوي فيتشكل لنا واحد المصطلح يقولوا له مقاومه البكتيريا يكون هذاك المضاد الحيوي ماهوش فعال بنسبه كبيره ضد هذيك البكتيريا فاللي خلى هذاك المجتمع تاع البكتيريا مقاوم لهذيك المضادات الحيويه هو هذاك البلازميد اللي عباره عن معلومات تشاركها البكتيريا فيما بعد تحافظ على البقاء انتحا وتحافظ على الوجود انتحا من أي عامل خطر جديد قال إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش الفوائد اللي نقدر نستفادوه من هذه الظاهره ونطبقوها على الواقع نتاعنا الفائده الاولى هو انه كي تنشر العلم بين اصحابك بالعائلة تاعك بالمجتمع تاعك راح تبني واحد المناعه اللي تخليهم يدافعوا على انفسهم ضد الافكار الخطيره والجديده والفائده الثانيه هذه ترجع لك نتايا هو انه كي تنشر العلم اللي أعطاه لك ربي سبحانه بين افراد المجتمع راح تثبت هذاك العلم وراح تقيده وراح تحافظ على ذاكره طويله المدى والبقاء تاع هذه المعلومه لمده زمنيه طويله راح يحميك من العديد من الافكار خطيره والشاذه، فالفكره انه حبيت نربط بين هذه الظاهره وبين فكره تثبيت العلم سواء عن طريق نشره بين العامه او تبسيط المعلومات المعقده وتجديدها، وهذا هو مبدا الطريقتين اللي راح نذكرهم بالطريقه الاولى اللي هي تقنيه فاينمان، تقنيه فاينمان تعتمد على تبسيط المعلومات المعقده، ومبدا هذه التقنيه تعتمد على انه اذا قدرت تشرح فكره متخصصه ومعقده لشخص غير متخصص ولا طفل صغير معناته راك فاهم مليح هذيك الفكره وراك متعمق في الفهم نتاعها والعكس صحيح والخطوات تاع هذه التقنيه بسيطه جدا وراح نشرحها لكم بمنحنى بياني فلما تقوم على سبيل المثال بقراءة كتاب علمي معقد وتحاول انك تتعمق في فهم هذا الكتاب فلما تقرا فصل جديد ولا موضوع علمي وتفهمه مليح يقول لك تجيب ورقه بيضاء وتكتب الموضوع الرئيسي في وسط الورقه وتربط بسهم كل معلومات ذكرتها من هذاك الفصل بدون الرجوع الى الكتاب يعني وكانه راك تقوم بتنشيط الذاكره نتاعك واستدعاء الافكار وهو ما اقصده ببناء شبكه تفاعليه بين ولما تجد صعوبه في فهم موضوع ما تعاود ترجع للكتاب فلما تنتهي من الملخص نتاعك تحاول تشرح هذاك الموضوع الى شخص غير متخصص وتنتظر منه الاسئله اللي يطرحها، واذا وجدت صعوبه يعني في الاسئله هذه وما تعمقتش في الشرح نتاعها تعاود ترجع الى موضوع الكتاب والى الفصل العلمي اللي ذكرته من قبل وتزيد سهم اخر وتكتب المعلومه هذيك، والتقنيه الثانيه هي التكرار المتباعد، والفكره تقول انه لما تتعلم معلومه جديده يعني قريتها في كتاب ولا سمعتها في بودكاست ولا في فيديو ولا في درس ولا في محاضرة راح تكون نسبة الاحتفاظ تاعك بالمعلومة هذيك مئة بالمئة ولما ما تراجعش هذيك المعلومة وما تبحثش فيها راح ينزل المنحنى بشكل تدريجي إلى درجة صفر واللي هي درجة النسيان يعني شهر شهرين ثلاثة راح تنسى هذيك المعلومة فيقول لك في فكرة التكرار المتابعة هو أنك تحدد أيام مخصصة لمراجعة المعلومة الأولى يعني في كل مرة تقوم بإنعاش الذاكرة تاعك وكل مرة تقوم فيها بتكرار هذه المعلومة راح تحافظ عليها لمدة زمنية أطول على سبيل المثال إذا قرأت أنا معلومة من هذا الكتاب وحبيت نحتفظ بهذه المعلومة لأقصى مدة زمنية إذا قريتها اليوم راح نعود نرجع لها بعد ثلاثة أيام ثم أسبوعين ثم شهر ثم ثلاثة أشهر ثم عام ثم عامين كل ما نزيد في عدد تكرار تاع هذه المعلومة راح تقعد معايا إلى مدة زمنية طويلة وما كانش حاجة يعني تلقى الفوائد نتاعها يعني في أول الطريق سما لازم تصبر مع هذه التقنيات شوية وتتعب شوية وتوجد العديد من الطرق مثل فلاش كارد كاين ثاني تقنية كورنيل هذو نديروا لهم فيديو مخصص وحدة ان شاء الله وذكرت في المدونه تاعي موضوع ومقال مخصص يتحدث حول تقنيه فاينمان وشرح يعني بالتفصيل اللي يحب يتعرف اكثر قمت بنشر منشور يعني في المنتدى تاع اليوتيوب حول البرامج الهادفه والحصص التي تشاهدونها في شهر رمضان ويعني كانت التعليقات يعني وافره والبرامج قيمه ومحتوى هادف جدا يعني شكرا لكم وجزاكم الله كل خير اللي يحب يتعرف على اهم البرامج والكتب اللي يقدر يطالعها في شهر رمضان اللي على طلب العلم اللي يعني في الدراسه نتاعو في مختلف المواضيع وتذكر باللي في شهر رمضان الكم الهائل تاع المسلسلات في شهر رمضان هو محاولة فقط لإغوائك يعني أعرف راك شخصية مهمة بناء على الهوية الإسلامية تاك ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما آه شكرا على المشاهدة آه دعواتكم دعو الخاوتنا في غزة بارك الله لكم والسلام عليكم